مشاهدينا الكرام، من النيل الأخبار دائما نحييكم. هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم، فأهلا بكم. نبدأها مع أخبارنا المحلية، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الأعمال النهائية الخاصة بتوصيل المرافق لأراضي منطقة القطع الصغيرة لمشروع الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة، حيث بدأ العد التنازلي لتوصيل المرافق والتي ستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين. أعلن الوزير أن أعمال توصيل المرافق انتهت بنسبة 100% لأعمال توصيل المياه والصرف الصحي و95% من أعمال الطرق، أما بالنسبة المتبقية فهي لحين الانتهاء من أعمال الكهرباء التي وصلت إلى 82%. هذا وستنتهي خلال الأسبوعين المقبلين ليتم تسليم الموقع قبل 30 من يونيو المقبل تمهيدا لافتتاحه وفقا للجدول الزمني. صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل صرف الحصص البترولية من خلال الكروت الذكية خاص بالمواطنين فقط. وأوضح العربي أن الرئيس قرر تأجيل إلزام المواطنين بصرف الحصص البترولية من خلال الكروت لحين ضم كافة القطاعات التي لم تشملها المنظومة مثل التوك توك والجرارات الزراعية. وأضاف وزير أن قرار الحكومة بصرف المنتجات البترولية بالكروت الذكية يلزم محطات الوقود فقط من أجل مراقبة صرف الحصص البترولية. يعد المشروع القومي للطرق المقرر انتهاء منه في أغسطس المقبل أحد محاور التنمية في مصر نظرا لأهمية الطرق في أحداث تنمية صناعية وعمرانية. كاميرا النيل رصدت العمل في إحدى الطرق هذا المشروع، وهو طريق شبرا بنها الحر الذي يتواصل العمل به على مدار 24 ساعة لإنجازه في الميعاد المحدد. هنا في هذا المكان حيث طريق شبرا بنها الحر يتواصل العمل على قدم وساق للانتهاء من هذا المشروع الذي يعد احدى المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي للطرق والكباري، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث بدأت هيئة الطرق والكباري في تنفيذ المشروع بطول 42 كيلومترا بعد حل مشاكل نزع الملكية التي كانت تعوق عمليات التنفيذ. طريق شبرا بنها بيوصل من بنها من شبرا لبنها موازي الطريق الزراعي القديم عشان يقلل من الحوادث ويقلل من الكثافات المروريه اللي بتحصل على الطريق الزراعي. والطريق ده طبعا مشروع قومي للطرق، القياده السياسيه ضغطه فيه ان شاء الله باذن الله عشان ننتهي منه في 6/8 على قد ما نقدر، بس اللي عطلنا مواضيع نزع الملكيه. شغالين في مرحله الردم تربه زلطيه وبنساوي بيشتغلوا طبقات، وطبعا الشغل هنا يعني الناس ضغط علينا، بنبدا شغل من الساعه 6 الصبح بينتهي ممكن 8 9 بالليل وساعات بيبقى ازيد. يعمل في المشروع القومي للطرق قرابة 35 شركة خاصة على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع في موعده المحدد نهاية شهر أغسطس، حيث وصلت معدلات التنفيذ في المتوسط قرابة 55%. أنا بعتبر أن هذا المشروع مشروع رئيسي وجوهري، وكان يجب أن يتم منذ أمد بعيد لربط جميع اتجاهات مصر بطرق لتسهيل الحركة التجارية والتصنيع. احنا ان شاء الله بنأمل في التكامل عن طريق شبكة سكة حديد قوية بتربط، وده اللي بيتعمل فعلا. ان مثلا النهاردة الجيش بيعمل ابتدى فعلا يعمل الانفاق قناة السويس، عندنا في ثلاث انفاق قناة السويس منهم نفق هيبقى سكة حديد. يشار الى ان المشروع القومي للطرق يهدف الى اضافة 3200 كيلومتر الى الشبكة الحالية بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 36 مليار جنيه. اشرف ابراهيم، النيل. أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد قائم وسيتم تنفيذه مع الشريك الإماراتي. العربي أوضح أن هناك إمكانية لمد فترة لمذكرات التفاهم حول المشروعات والتي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ لمدة 90 يوما إضافيا حتى تتحول إلى اتفاقية وعقود. وحول مشروع المليون فدان قال العربي إنه مشروع تنمية متكامل هدفه تحريك الكتلة السكانية وبناء مجتمعات عمرانية شاملة، مشيرا إلى وجود 800,000 فدان بالمنيا تحت ولاية المجتمعات العمرانية سيتم إنشاء شركة لإدارتها.
شدد مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر على دور مصر الكبير في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية حاليا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رايدر مع وزيرة القوى العاملة والهجرة بجنيف الدكتورة ناهد عشري على هامش الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي. وأكد مدير عام منظمة العمل الدولية أن مصر من البلدان المهمة للمنظمة، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التي تنفذها المنظمة بمصر كبير، ارتفع ل 42 مليون دولار في العام الحالي من 2 مليون فقط في عام 2010. كشفت تقارير صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التجارة بين مصر والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا الإموا بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25.1 مليون دولار. وأشار تقرير عن تطور العلاقات التجارية بين مصر والكوميسا والتكتلات والدول المحورية إلى أن إجمالي الصادرات المصرية بلغ 24.16 مليون دولار، فيما بلغت الواردات نحو 85 مليون دولار. وحقق فائض بالميزان التجاري لصالح مصر خلال 2014 إلى دول التجمع حيث بلغ 119.780 مليون دولار مقارنة ب 117.4 من 100 حققتها في العام السابق عليه. وارتفع حجم التجارة البينية خلال العام الماضي ليصل إلى 158.64 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له 2013 والذي بلغ 84.79 مليون دولار. ننتقل إلى البورصة المصرية حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية قبيل نهاية تداولات اليوم بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، بينما اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء. ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 486.635 مليار جنيه. توقع وزير التموين خالد حنفي تراجع واردات القمح في العام المالي المقبل نتيجة زيادة الحجم الانتاجي المحلي المورد مع انتهاء الحكومة من بناء عدد كبير من الصوامع والتي من شأنها ان تقلل من الهدر. وقال الوزير ان موسم توريد القمح انتهى مع بلوغ حجم ما تم توريده نحو 5.2 مليون طن، مرجعا سبب ارتفاع حجم ما تم توريده من القمح الى اعلان الحكومة عن مواعيد مبكرة لتسليم القمح على وعلى الانتهاء من بناء عدد كبير من الشون والتحويل 105 من الشون ترابية إلى شون حديثة. من ناحية أخرى قال حنفي أنه سيتم زيادة قيم دعم السلع التموينية في ميزانية العام المالي المقبل إلى 40 مليار جنيه مقارنة ب 37 مليار في العام المالي الحالي. تزامنا مع ذلك كشف الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن خطة لتطوير أساليب النقل النهري والبري في نقل الأقماح والسلع وذلك لتقليل تكاليف النقل. حنفي أكد أيضا أنه يتم حاليا إجراء مباحثات مع شركتين عالميتين لإنشاء شبكة نقل حديثة مرتبطة إلكترونيا لنقل كافة السلع. جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين عملية تطويرات برصيف وصومعة 84 لتخزين الأقماح بميناء الإسكندرية والتي أسفرت زيادة القدرة التفريغية لأربعة أضعاف تصل من 120 طن إلى 600 طن في الساعة، الأمر الذي يقلل تكاليف نقل الأقماح المستوردة ويحافظ على الأقماح من الإهدار. ننتقل إلى إفريقيا، ففي زيمبابوي سمح البنك المركزي للمواطنين الذين يحتفظون بالعملات الوطنية القديمة المنهارة الدولار الزيمبابوي باستبدالها بدولارات أمريكية. وتخلت زيمبابوي عن استخدام عملة الدولار الزيمبابوي بعد أن وصلت معدلات التضخم في البلاد إلى 230%، حيث قامت بتطبيق نظام جديد يقوم على أساس استخدام الدولار الأمريكي إلى جانب عملة جنوب إفريقيا المسمى بالراند. تجدر الإشارة إلى أن الغرض الأساسي من استبدال أوراق البنك نوت القديمة الدولار الزيمبابوي يتمثل في التخلص من هذه العملة تدريجيا. ننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ مشروع لإنتاج الكافيار في صحراء أبو ظبي بإقامة واحدة من أكبر المزارع السمكية المغطاة بالعالم. ومع أن إنتاج الكافيار يعد موسميا في العادة، لكن نتيجة لوسائل الإنتاج المتاحة يمكن إنتاج هذه الوجبة الفاخرة على مدار العام.
في الصحراء تستحدث دولة الإمارات العربية المتحدة مجالا جديدا بالبدء في إنتاج الكافيار في أبوظبي في واحدة من أكبر المزارع السمكية المغطاة في العالم. يضم المصنع مختبرا لإخصاب الأسماك وبخاصة أسماك الحفش، وإنتاج الكافيار موسمي في العادة، لكن نتيجة وسائل الإنتاج المتاحة في هذا المصنع يمكن إنتاج هذه الوجبة الفاخرة على مدار العام. الإمارات أكواتيك هو أكبر مشروع في العالم لتربية الأسماك بالأخص سمك الحفش. يقع المشروع على مساحة كاملة حوالي 60,000 متر مربع ومساحة مغطاة بحوالي 40,000 متر مربع. القدرة الإنتاجية للمصنع هي حوالي 500 طن من أسماك الحفش سنويا، يضاف لها 35 طن من الكافيار. يباع إنتاج أبو ظبي من الكافيار بالفعل في الأسواق المحلية، والآن تتطلع الشركة لتصدير إنتاجها لأوروبا والولايات المتحدة. الشركة المنتجة تقول إن السمك بالكامل تستخدم في هذا المصنع. نقوم بتجهيز أسماك الحفش، نستخدم كل أجزاء السمكة، لا يوجد هدر على الإطلاق. على سبيل المثال نستخدم الجلد كما ترون في صناعة منتجات فاخرة مثل الأحزمة والصناديق أو لإضافة مظاهر الفخامة على يخت أو سيارة. افتتح المصنع في العام 2011، لكنه أنتج أول دفعة من الكافيار المصنع محليا من الأسماك التي تربت هناك في العام الماضي. وللعلم تشير الأرقام إلى أن ثمن 100 جرام فقط من صنف ياسا كافيار يبلغ 325 دولارا. مشاهدينا الكرام، هذه تذكرة بعناوين النشر. الإسكان تعلن عن بدء العد التنازلي للانتهاء من توصيل مرافق 1000 مصنع بمدينة القاهرة الجديدة خلال أسبوعين. وزارة التخطيط تؤكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قائم وسيتم تنفيذه مع الشريك الإماراتي. ووزير التموين يتوقع تراجع واردات القمح من الخارج ويكشف عن زيادة الدعم السلعي ل40 مليار جنيه العام المقبل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نشاطنا الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم. نشكركم دائما على حسن المتابعة. إلى اللقاء. لازم كلنا نشوف.